تحيه لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم وكل سنه وحضراتكم طيبين رمضان كريم وسهره خاصه جدا من سهره رمضانيه اصحابكم خلالها طبعا وفقرات عديده جدا بوعدكم خلالها في سهره رمضانيه اول فقره يكون معانا فقره من الاخبار بعدها باذن الله يكون معانا فقره مهمه جدا واول مره تتعرض على الفضائيات المصريه اسمها رمضان من كل البلدان بنسافر فيها زي ما وعدتكم قبل كده مشاهدينا الكرام مشاهدي الصحه والجمال الكرام هنسافر بعض دول العالم ونشوف عادات وتقاليد بعض الشعوب اخواننا المسلمين هناك هتكون ازاي الفقره الثالثه باذن الله هيكون فيها فقره رمضان والناس هنتكلم فيها عن بعض السلوكيات الاجتماعيه بعض العادات الاجتماعيه كيف ينبغي ان يكون سلوك الصائم في رمضان سلوكيات العلاقات الاجتماعيه المشاكل الاسريه هنتكلم فيها بوعيكم بالفقره الثانيه باذن الله نبدا مع مشاهدينا الكرام باول فقره وفقره اخباريه مهمه جدا وفيها طبعا مجموعه من الاخبار وبنبدا فيها مع حضراتكم بالخبر الاول اللي هيبقى معروض على الشاشه دلوقتي تحديدا وبيكلم عن يمكن سمعنا الفتره اللي فاتت تحديدا ان الدكتور طارق شوقي كان يعني في حرب شرسه الفتره الاخيره على موضوع الثانويه العامه ورقي لا تابلت وما شابه ذلك يمكن الدكتور طارق شوقي الحقيقه كان وما زال في حرب شعواء لكن عاوز اقول كان في منظور وكتبت بيه مقالات قبل كده عن موضوع الورقي او الامتحان الالكتروني لكن قلت ودي رساله برسلها للسيد محترم رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا السيد محترم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في موضوع عشان بس احسم الامر مقاله كتبتها وداعا للورقه الامتحانيه لكن كان منظوري وبقول المنظور ده وما زلت بقول الفكره دي وهي ان فكرتي كانت وما زالت قائمه على ان نعمل سنتر امتحاني في كل اداره تعليميه، سنتر امتحاني ده يراقب بكاميرات تبع الهيد كوارتر او المركز التحكم في وزاره التربيه والتعليم ويبقى فيه مراقب داخل اللجنه وفي نفس الوقت الامتحان يبقى على الكمبيوتر مش على التابلت وبتكلم على اساس يبقى فيه طبعا مشكله انتوا حضراتكم عارفين ان في مشكله في موضوع الشبكات وما شابه ذلك فالاقتراح ده يعني كل حيثياته يمكن انا كاتبها بتفاصيلها مش عاوز ازج حضراتكم فيها لكن المقترح ده يمكن قدمته قبل كده للسيد المحترم الدكتور محمود ابو نصر وزير التربيه والتعليم الاسبق عندما كان وزير التربيه والتعليم وكانت الفكره بتاعتي مبنيه ان نعمل سنتر امتحاني والسنتر الامتحاني ده في كل اداره تعليميه ونبدا بالثانويه العامه لكن ما كانتش فكرتي ابدا تابلت عشان طبعا الشبكات وما شابه ذلك عشان طبعا عارفين حركه بيبقى فيه اخفاق احيانا في بعض الاماكن لكن الورقه الامتحانيه اللي هتبقى هتبقى موجوده طبعا في الثانويه العامه يمكن هيبقى فيها ايضا اتمنى الموضوع ينجح لكن لما نرجع تاني للورقه الامتحانيه بالنظام الجديد هنشوف فيه طبعا وهنتابع مع بعض الياته هتبقى ازاي ويمكن حضراتكم متابعته هيبقى نظام التشويسز زي الامريكان كده اكزامز الامتحانات الامريكيه بنظام التشويسز اي بي سي دي وهتظلل طبعا بالورقه هتظلل بالقلم الرصاص زي الامتحانات الامريكيه اللي تعقد في الجامعه الامريكيه او المجلس الثقافي البريطاني. خبر هيكون معانا مشاهدات الكرام اخر هيعرض ايضا على الشاشه معكم وهو خبر مهم ايضا ومتعلق بشيء اعتقد احنا كلنا يعني هنشوف الخبر على الشاشه مشاهدينا الكرام واتمنى الاخراج يعرض الاخراج اه دكتور عبد الحليم محمود طبعا رحم الله هذا الرجل الراحل الشيخ الذي راى في منامه ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعبر قناه السويس طبعا الدكتور عبد الحليم محمود هو من هو رحمه الله عليه هو شيخ الازهر الاسبق يمكن لي قصه بحكيها لحضراتكم كان شاف ان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعبر بجيش الجيش المصري قناة السويس فعندما شا... رأى, يعني رأى هذه الرؤية الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق صمم أن يتصل بنفسه بسيادة الرئيس الراحل الزعيم الراحل محمد أنور السادات طبعا كان مشغول وقتها سيادة الرئيس محمد أنور السادات بالتحضير وتجهيز لمعركة أكتوبر وما كانش حد يعرف لأن حضراتكم عارفين كان الموضوع سري للغاية لكن صمم دكتور عبد الحليم محمود ان يروح ويقابل رئيس السادات وقال له على هذه الرؤيا انني رايت المصطفى صلى الله عليه وسلم يعبر بجيش جرار ووراءه الجيش المصري يعبر قناه السويس فتهلل طبعا وجه الرئيس الراحل انور السادات وانا بقول الكلام ده بالمناسبه والخبر ده لان احنا في ايام مباركه شهر رمضان الكريم يعني بتكلم في العاشر من رمضان ذكرى العاشر من رمضان اللي هنحتفل بيها جميعا ذكرى انتصارات اكتوبر ذكرى العاشر من رمضان وهذه الرؤيا الذي راها هذا الرجل الدكتور رحمة الله عليه الدكتور عبد الحليم محمود كانت بشرة لرئيس الراحل أنور السادات فقال له طبعا ادعلنا يا مولانا وبكى الرئيس الراحل أنور السادات وهو ما كانش عارف بالمناسبة الدكتور عبد الحليم محمود أن رئيس السادات بيخطط فعلا لمعركة العبور التي أعادت لنا الكرامة والعزة المصرية فقال له أرجوك إحنا يعني أرجوك ادعلنا ولم يعني او تكتم على الخبر وما حبش ان يبقى فيه يعني افشاء لهذا الخبر وده كان سر من اسرار التي حبها الله لهذا الرجل رحمه الله عليه خبر ثاني هنتابع مع بعض مشاهدينا الكرام هيكون معانا ايضا على الشاشه وهو ايضا خاص ب خبير خلي بال حضراتكم خبير التغذيه بتقول العرقسوس ضار لمرضى الكبد والقلب والضغط خلي بال حضراتكم الخبر ده اهميته تكمن في ان بعض الناس للاسف الشديد في رمضان بتاكل اي شيء وتتناول اي شيء في رمضان سواء صحي او غير صحي، سواء هو مريض ضغط او غير مريض ضغط. بقول الكلام ده وبحذر لان يمكن قريب جدا بعض الحالات يعني توفاها الله بسبب الضغط علي فجاه. مش عارفين طبعا الضغط علي ليه؟ بيبقى بسبب بعض المشروبات بعد الفطار مباشره اللي بتؤدي لارتفاع الضغط الشديد وهو حضرته عنده يعني مرض بالضغط وهو مش عارف ان هو عنده او مريض بالضغط فبقول الكلام ده خلي بال حضراتكم لان معظم الخبراء والاطباء بيحذروا من ده ان احنا نتناول اي شيء واي وقت وانا طبعا مش عامل تشيك اب او فحص طبي فاحذروا يا جماعه ارجوكم من فضل حضراتكم كل سنه وانتم طيبين طبعا انا عارف أدوبة الرمضانيه بتبقى مليئه بالملذات لكن ارجوكم لازم نخلي بالنا وتعمل يعني قبل رمضان تشيك اب فحص كده على اساس تشوف انت حضرتك يعني وتشرب اللي انت عاوز تشربه يعني لكن ما يبقاش الموضوع بكثره يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ربنا حمانا بهذه الايه الكريمه خبر اخر مشاهدينا الكرام هنتابع مع بعض على الشاشه ايضا متعلق بامر يخص الحرم اداء اول صلاه جمعه بالمسجد الحرام في شهر رمضان وسط اجراءات احترازيه مكثفه ده كان النهارده تحديدا الجمعه طبعا حضراتكم يمكن كتبت مقاله اسميتها لم يمنع الاذان ولكن منع الانسان وبقول فيها تحديدا كده ان طبعا غلق المساجد انا عارف كان قد كده اثر فينا كلنا كمسلمين العام الماضي وحرمنا طبعا من الصلاه في المساجد وخصوصا صلاه التراويح وصلاه الجماعه لكن الحمد لله ان المساجد طبعا بدات تفتح ويمكن المشهد اللي قدامنا حضراتكم طبعا شايفينه في يعني المشعر الحرام ده اول صلاه جمعه وده حدث يعتبر حدث جلل لكافة المسلمين في شتى بقاع الأرض نسأل الله العظيم طبعا ألا تغلق مرة ثانية هذه المساجد والرسالة اللي كتبتها في المقالة لم يمنع الأذان ولكن منع الإنسان كان الهدف وأنا بسرد المقالة الحقيقة كتبتها العام الماضي عندما غلقت هذه المساجد قلت كتير ودي رسالة برسلها لي في البداية وكتير من اللي بيتابعونا كتير بيصلوا لكن هل عملوا بهذه الصلاة وده يمكن هنتكلم فيه في فقرة الثالثة بإذن الله مع ضيوفنا الكرام كلنا بنصلي في كتير بيصلي لكن علاقتك بجيرانك إيه صلة أرحامك إيه بزوجتك بأولادك بالحرام والحلال أنت فين من ربنا سبحانه وتعالى هل أنت بتصلي وخلاص ولا لا المسجد الحرام دي رسالة أن يفتح تاني وأول صلاة جمعة أعتقد رسالة لنا جميعا ونحمد الله وندعو الله العظيم أن تظل هذه المساجد مفتحة ولا تغلق ثانية بإذن الله. خبر آخر مشاهدينا الكرام هنتابعوا مع حضراتكم وهو وزير القوى العامله يعلن بدء دورات تدريبيه لتأهيل الشباب لسوق العمل، كتير اتكلمت من أيام الدكتوره عائشه عبد الهادي لما كانت وزيره الهجره لو فاكرين، كنت بقول إحنا عندنا ناس خريجي أيوه خريجين لكن للأسف نوت كواليفايد مش مؤهلين لسوق العمل، وكانت بتقول تحديدا وهي كانت وزير القوى العامله الدكتوره عائشه عبد الهادي إن إيطاليا على سبيل المثال كان في عقود عمل رسمية لدول أوروبية لكن مش لاقيين الشباب اللي هم المؤهلين لده. فبالتالي أنا يعني أثمن دور وزير السيد المحترم وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان إنه بيحاول يدرب وده بالفعل لمسته بنفسي في بعض محافظات وجه بحري بدأ يدربوا بالفعل بعض الشباب على يعني بعض الفروع وبعض التخصصات سواء تكييف سواء تبريد سواء تكنولوجيا السيارات وما شابه ذلك، وأيضا تدريب بعض الشباب على أعمال حرفية كتيرة جدا بحيث يبقوا مؤهلين سواء داخليا السوق المحلي أو خارجيا. معانا خبر آخر مشاهدينا الكرام هنتابعه وده أعتقد هيكون معانا آخر خبر النهارده في فقرتنا في هذه السهرة رمضانية وهو خلي بال حضراتكم هذه المحال مستثناة من تطبيق مواعيد فتح وغلط المحلات التجارية. الخبر ده مهم لسببين السبب الاولاني ان بعض الناس بتسال هو احنا هنرجع بقى تاني لقرار الغلق وما شابه ذلك اه طبعا ولازم نحترم هذه القرار قرارات وانا يعني لابد ان نضرب جميعا بيد من حديد واحنا طبعا كمواطنين دايما بقول الحكومه لن تستطيع ان تفعل كل شيء وحدها لانها ليس معها العصايه السحريه زي ما بنقول يعني فبالتالي غلق المحلات ده السبب منه ايه وانا بقرا تفاصيل الخبر الحقيقه لقيت اول سبب ان يكون في ضابط ورابط في المواصلات العامه دي اول حاجه تاني حاجه دي حمايه لكل مواطن ل طبعا انتوا عارفين حضراتكم يعني الموجه التانية او الثالثه لكورونا اعلنت وزاره الصحه ان خلي بال حضراتكم والسيد رئيس الوزراء اعلن اكتر من مره يا جماعه ارجوكم خلي بالكم الموضوع مش هزار فبالتالي الناس اللي هي يعني الكافيهات ما زالت مفتوحه شايف طبعا واحنا في شهر رمضان وكلنا بنحب نقعد في الكافيهات فارجوكم يعني حمى الله مصر وشعبها الكريم الخبر ده مهم جدا على اساس ان كلنا لازم نساعد الحكومه الموقره في تنفيذ هذه القرارات. فقره بعد فقره اخباريه مشاهدينا الكرام هننتقل مع لفقره مهمه جدا جدا وهي رمضان من كل البلدان. هنسافر فيها مع حضراتكم ونشوف بعض عادات وتقاليد هذه الشعوب واخوان لنا في شتى بقاع الارض، هنسافر مع بعض في البدايه للولايات المتحده الامريكيه ونسمع مع بعض هناك اتصلت بصديق عزيز الحقيقه ولكن هنتابع هذه الفقرة رمضان من كل البلدان ولكن بعد هذا الفصل القصير مشاهدينا الكرام ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه كل سنه وحضراتكم طيبين رمضان كريم ما زلت اجدد لكم تحيه في هذه السهره الرمضانيه الطيبه واللي بصحكم خلالها طبعا من شاشتكم خلال شاشه الصحه والجمال وفقره مهمه جدا وجديده اعتقد على يعني الشاشات الفضائيه وهي رمضان من كل البلدان زي ما لكم سافرت فيها بنفسي بعض دول العالم والتقيت فيها ببعض الشخصيات العالميه على اساس نشوف عادات وتقاليد الشعوب هناك بتكون ايه نبدا مع بعض مشاهدينا الكرام ونروح مع بعض نسافر مع بعض الولايات المتحده الامريكيه ونلتقي فيها بصديق عزيز أه ما اعرفوش الحقيقه لكن تحدثت معاه هو اسمه مستر عادل امتياز باكستاني الاصل عايش في ولايه جيرسي في امريكا نسمعه هيقول ايه وعاداتهم ايه وتقاليدهم ايه هناك والجاليات الاسلاميه عامله ايه هناك تفضلوا معانا ونرجع مع بعض تاني تفضلوا معانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برادر ابراهيم Alhamdulillah just like every year the diverse muslim community here in Piscataway New Jersey is excited and looking forward to the blessed day of Ramadan we have a very active and vibrant masjid which also serves as the community center families are busy preparing for Ramadan by making rounds at stores that sell ethnic foods and halal products myself i'm uh, being from Pakistan i've carried over the Ramadan traditions i grew up with and love so much waking up for suhoor, preparing delicious food for the kids praying Fajr at the masjid, and then during the day we try to recite and study the Qur'an once we are done with our work and uh, school activities. Iftar time is very special. After making du'a, we usually break the fast with dates and water. We then have appetizers that usually consist of fried rolls, puff pastry, and fruits. We have a very special drink uh, from Pakistan called Ru Abza. It's a sweet syrup made with rose water. It refreshes the soul. Alhamdulillah. After Maghrib salah we proceed to have dinner we then head to the masjid for Isha salah and Tarawih prayers during Ramadan nights the masjid fills up with believers from all backgrounds and we enjoy listening to the Quran families invite each other for iftar and the masjid also hosts iftar for the larger community but this year around it will be a bit different due to uh, all the covid restrictions uh, but we will still try our best to make the most of it uh, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah and forgive our sins طبعا زي ما تابعنا مشاهدينا الكرام من الولايات المتحده الامريكيه مستر عادل امتياز بيقول ان هو طبعا تحديد باكستان الاصل وعايش في الولايات المتحده الامريكيه منذ العديد من السنوات وزي ما سمعتم معانا طبعا حضراتكم مثقفين واعتقد ان الموضوع مش محتاج ترجمه لان طبعا مشاهدينا الكرام كلهم مثقفين جدا مشاهدي صحة وجمال بيقول انا طبعا العادات الباكستانيه اثرت عليا جدا حتى وانا عايش في الولايات المتحده الامريكيه فاحنا هناك عايشين نفس الطقوس بالظبط الباكستانيه في الولايات المتحده الامريكيه لا يجد جديد من استقبال هذا الشهر الكريم والرؤيه والتبريك والمباركات طبعا لاخواتنا المسلمين والجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في ولاية نيوجيرسي وبيقول طبعا المسجد بيبقى مليء بالمصلين والمسلمين والمؤمنين في المساجد لكن بيقول احنا عندنا في باكستان ودي برضو ما يعني محافظ عليها حاجة كده مشروب على وقت الإفطار وقت الإفطار بيبقى مميز جدا مش بيخشوا على طول في الموضوع زينا احنا عندنا على طول غدا على طول لا هم بياخدوا الموضوع يعني ستيب باي ستيب كده بيشربوا يعني مشروب مميز باكستاني اسمه روح أزفة روح أزفة ده طبعا يعني مشروب بيقول طبعا منعش جدا للروح والنفس بنشربه بعد كده بنصلي طبعا المغرب وبعد كده بنصلي مع بعض العشاء في جماعه في المسجد والمسجد بيبقى طبعا مليء بنستمع فيه للقران وبيستمتع جدا بالقران الكريم بالاصوات المختلفه وبعد كده بيرجعوا يعني المقدوبه بقى الرئيسية او دمين كورس يعني المقدوبه الرئيسيه ويمكن الدكتور حسام موافي هاخد بس لمحه هنا قال حته مهمه جدا ألف رمضان أرجوكم خلوا الموضوع عادي جدا زي الأيام العادية فطار غدا عشاء إحنا بنخليه غدا وغدا يعني للأسف الشديد يعني محدش يزعل مني إحنا بنتغدى على الفطار ونتغدى تاني على السحور ونيجي بعد كده نطلع من شهر رمضان طبعا في مشكلة كبيرة جدا لا فطار يعني ناخد حاجة خفيفة بعد كده صلاة العشاء ونيجي نتغدى وبعد كده ناخد كده حاجة يعني لايت ميل وجبة خفيفة زي ما قال مستر عادل امتياز من ولاية نيوجيرسي من الولايات المتحدة الأمريكية نرجع طبعا مشاهدينا الكرام من الولايات المتحده الامريكيه نروح مع حضراتكم لدوله ثانيه وهي تحديدا المملكه الاردنيه الهاشميه. الحقيقه اتصلت بالدكتور عبد الله تلفاح هناك من المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيق ونشوف مع بعض في المملكه ايه هي الطقوس المميزه والمميزه للشعب الاردني الاصيل اتفضلوا معنا نتابع مع بعض هذا الفيديو مع الدكتور عبد الله تلفاح اتفضلوا معنا السلام عليكم استاذ ابراهيم آه وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. انا الدكتور عبد الله طلفاح من الاردن. اول شيء بحب اهني آه اهلنا وشعبنا بمصر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وان شاء الله يكون شهر خير وبركة عليكم جميعا. كما بحب اهني الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. بالنسبة لشهر رمضان بالأردن، هو لا يختلف عن بمعظمه عن الشهور شهر رمضان بالدول العربية والإسلامية بشكل عام. ببداية أو قبل شهر ترى أنه الشعب الأردني سعيد جدا برمضان فتجد أنه زينة رمضان منتشرة على أسطح وعلى نوافذ البيوت والشرفات احتفالا بهذه المناسبة تجد أن شوارع الأردن كلها مضاءة بزينة رمضان تكثر فيه موائد الرحمن بهذا الشهر الفضيل. المواطنون جميعا الاردنيون يتجهون الى صلاه التراويح وغيرها. طبعا لا شك انه الكثير من الاردنيين يفضلوا ببدايه رمضان الافطار على الوجبه او الوجبه اللي هي مشهوره بالاردن وهي المنسف الاردني. وغير ذلك تكثر فيه الزيارات العائلية طبعا شكرا جزيلا للدكتور عبد الله تلفاح من المملكه الاردنيه الهاشميه والمنسف الاردني طبعا حاجه يعني لا تنسى المنسف الاردني اللي جربه بالمناسبه يعني حاجه بجد ما تتنسيش كده يعني اذا ما قلنا الكبسه السعودي فالمنسف الاردني حاجه من العادات والتقاليد الاردنيه المعروفه نروح مع بعض مشاهدينا الكرام من الولايات المتحده الامريكيه المملكه الاردنيه نروح مع بعض نشرق كده شويه واسيا تحديدا وجمهوريه العراق الشقيق نروح مع بعض جمهوريه العراق ونشوف عادات وتقاليد الشعب العراقي اتفضلوا معنا الرحمن الرحيم كل سنه وانتم طيبين وكل رمضان ينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه من عاداتنا بالعراق انه اذا اقبل شهر رمضان بالفطور عندنا وجبتين يعني من الطعام فطور وسحور يعني مثل الدول العربية مثل باقي الدول العربية بالفطور نعمل الأكلات العراقية اللي هي مشهورة مثلا الدولمة مثلا البرياني مثلا الكاستر مثلا الطعام فطور وسحور يعني مثل الدول العربية مثل باقي الدول العربية بالفطور نعمل الأكلات العراقية اللي هي مشهورة مثلا الدولمة مثلا البرياني مثلا الكاستر مثلا الحاجات اللي يتناولها الصائم واللبن والتمر أكيد هذه في البداية بعد وجبة الإفطار راح العائلة طبعا تتجمع على المائدة وقت الإفطار ويعزمون الجيران أو الأقارب ويروحون إلى بيت الجيران أو يروحون إلى بيت الأقارب مثلا الأخوة يتزاورون الأقارب يتزاورون الجيران يتزاورون يأتي طبعا راح يبقون يبقون يتسلون من هذه التسليات اللي مثلا السيدات اللي بالبيت يقرون قرآن يقرون التسبيحات بعد انه يقومون بواجباتهم من اعداد الطعام بعد ذلك راح يكون الرجال يطلعون للقهاوي بالكلام العراقي نقول للقهوة او للقهوة او هو النادي الشعبي كما يقال يعني في اللغه الفصحى يعني يجلسون يلعبون اشهر لعبه مشهوره عند العراقيين هي المحابس المحابس يجلسون الرجال على شكل صفين يضمون في احد الاشخاص يضم محبس على الخاتم يضمه بايده واحد اللي يقومون بالعمليه اللي هو يخمن ويقوم باشياء كلام يعني اكسر على هالعظم واجيب من هالعظم وافتح ايدك راح يطلع ايده من يفتح ايده يخلي يخمن وين المحبس وين اللي جالسين باي واحد بيهم هذا ابرز ما يقام في في ايام رمضان شكرا جزيلا طبعا للاخت الشقيقه الدكتوره عائشه هاشم من جمهوريه العراق الشقيق ومنساش طبعا لعبه المحيبس او المحيبسه من الالعاب الشهيره في العراق الشقيق كل صحه طيبين بكده مشاهدينا الكرام طبعا طفنا مع بعض من الولايات المتحده الامريكيه المملكه الاردنيه العراق بنوعدكم باذن الله في حلقات جايه بنسافر دول اخرى ونشوف عادات وتقاليد هذه الشعوب في هذه البلدان ايه يعني منها التالف ومنها التراحم وده واجبنا كمسلمين تجاه بعضنا البعض وبنسعى جدا الحقيقه لما وهم نفسهم وانا بتصل بيهم بجد ومستر عادل في امريكا كان في منتهى السعاده لما واعتقد يكون بيتابعنا دلوقتي على الهواء مباشره لما يعني اتصلت بيه وتواصلت معاه لان الحقيقه دور الجاليات المسلمه عاملين شغل رائع جدا 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 ورمضان طبعا شهر الخير والبركات والنفحات فكان لازم ان احنا نتواصل مع بعض ونعرف ونتعرف مع بعض على عادات وتقاليد الشعوب الاسلاميه في شتي بقاع الارض وبكده مشاهدينا الكرام خلصت فقرتنا لكن لم ينتهي برنامجنا فقره مهمه جدا اسمها رمضان والناس ولكن بعد الفاصل اهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية واخر فقرة معانا في فقرتنا صهر رمضانية المميزة وخاصة جدا وبنختم بيها برمضان بيه والناس. رمضان والناس طبعا هنتكلم فيها عن بعض العادات وبعض ايضا التقاليد للشعب المصري والعربي ايضا بعض السلوكيات هنعرج عليها ونتكلم عليها وكيف يكون الصائم وسلوكيات الصائم كما ينبغي ان يكون لان الحقيقة معايا اسئلة كتيرة جدا من حضراتكم ويمكن هنقولها ونطرحها مع بعض مع ضيوفنا الكرام أنا معنا ومعكم على الهواء مباشره سيد محترم دكتور عبد الله ربيع لايف كوتش اهلا وسهلا دكتور منورنا تسلم رمضان كريم رمضان كريم عين وعليكم ومعنا ايضا فضيله الشيخ شعبان عدلي من علماء الازهر الشريف ووزاره الاوقاف اهلا وسهلا فيك شيخ اهلا وسهلا مرحبا حياكم الله وحيا مشاهديك طيب. الكرام وكل سنه عليك طيب رمضان, رمضان كريم علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب ان شاء الله تعالى ربنا يبارك فيك الله يحفظك رمضان المسلم احنا بنتكلم رمضان والناس في صحه رمضان الشيخ وبدون مقدمات كده رمضان المسلم نعم. كيف ينبغي ان يكون حقيقه بقول الكلام ده لسبب يمكن في مقالتي اللي قلتها في الاول ما غلقت نعم. منع الاذان ولكن منع الانسان حسنت. كتير منا بيصلي في الشيخ شعبان وخلينا نقول نعم. صريح مع حضرتك بدون كلام بقى يعني اللي هو كلام فضائيات وكلام شاشات وكلام يعني تلفزيونات كلام واقعي واخد بال حضرتك بالظبط <applause> كده <applause> في ناس كتيرة بتصلي ولكن للاسف الشديد ماذا فعلت بصلاتها؟ نعم <applause> منهم من صلى والله واحد بيحكي له بعد رساله بيقول لي كلم شيخنا الفاضل انا جاري يوميا على الله بيحط القاذورات والقمامه والزباله قدام بيتي ويقول لو ده فين؟ ما احنا كل سنه طيب شهر رمضان. حد تاني بيقول لي والله انا يعني للاسف الشديد اختي يعني عاوزه تتساوى بالولد نعم. في الميراث حد ثالث بيقول لي احنا للاسف الشديد اخويا يعني بعد ما اشتريته وبعنا ارض رفض يكتب له عقد نعم. وانكر انه اشترى منه حد ثالث وربع امثله كتيرة جدا نعم. مثل الرابع كان حد بعت لي بيقول لي اخته حلفة حلف حالف بالله عليها لا تخش عليا لا حي ولا ميت كل دول في الشيخ شعبان صلوا اصلوا نعم. صاموا اصاموا لكن ماذا فعلوا بصلاتهم وماذا فعلوا بصيامهم ونيجي بعد كده نقول لي ماذا غلقت المساجد هل انا محق في معقول فالشيخ كحد عايش في المجتمع وبين الناس للاسف الشديد انفصام او انقسام الناس عن العباده والعاده او ان الدين هو دين وعبادات فقط هذا من الجهل ايوه وهذا يعني امر مستقبح قبحته الشريعه قبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ليس الامر امر عبادات مم. عظمه الدين الاسلامي تتجلى وتظهر في انه ليس دين صلاه وصيام وقيام وزكاه وحج وعمر فقط مم. انما هو دين شامل لكل جميع جوانب الحياه دين عبادات نعم طبعا. دين معاملات نعم دين قيم نعم دين اخلاق نعم ليس مجرد ان الانسان يؤدي العبادات فقط فايده ايه من الصلاه ان الانسان يصلي وهو قاطع للأرحام أنه يصلي ويعني يتطاول على الناس بلسانه ويسب هذا ويشتم هذا ويسفك دم هذا ويؤذي جاره ويفعل كذا وكذا من ذنوب المعاصي آه ما فائدة الصيام إذا لم ينهى الصيام الإنسان عن العادات السيئة والعادات القبيحة التي حذر منها الشارع الحكيم وحذر ف... منها الله عز تنهاه. وجل فمن لم تنهو صلاته عن فحشاء والمنكر نعم صحيح نعم احسنت الغايه من الصيام ايه ايوه ليس الغايه من الصيام هو الامساك عن الطعام والشراب فقط لعلكم تتقون هذه غايه من غايات الصيام آه ومن غايات الصيام ايضا تهذيب النفس مم تهذيب النفس ان يربي الانسان نفسه فعندما يكون صائما الصيام جنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقي الانسان من عذاب الله عز وجل يقي الانسان نفسه من أن يرتكب ذنبا أو أن يفعل معصية أو أن يؤذي أحدا أو أن يسب أحد أو أن يشتم أحد لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويبين ويعرج النبي عليه الصلاة والسلام ويبين أن من غايات الصيام هو تهذيب النفس إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو شتمه يعمل أي يرد الشتيمة لا أيوة. فليقل اني امرؤ صائم بيهذب نفسه بقول اني امرؤ صائم انا صائم فمش هشتم انا صائم فمش هرد انا صائم فاتق الله عز وجل فالغايه من الصيام والغايه من العبادات هي الامتثال لامر الله عز وجل حصول التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى ان يكون اثر ذلك ظاهرا على الانسان في حياته في معاملاته مش شايف الشيخ شيخ حضرتك بتقول كده يعني فان سباه وان هنا يعني فليقل لي امرئ صائم ان الكلام ده اصبح كلام كتب وكلام نظري رغم ان حضركم كل جمعه مشايخ الكرام يعني انا كنت حد بيسالني بيقول لي لماذا لا يعني نفعل الدين في حياتنا في الكثير طبعا الا ما رحم الله فقلت له والله المشايخ الكرام ما اكثر الخطب الجمعه نعم. المشايخ الكرام على الفضائيات المشايخ الكرام في المساجد ونيجي بعد كده نقول دور الدعوه ودور الدعاء طب ما ماذا يعني يفترض من حضركم اكثر من ذلك شايف القصه ايه؟ لماذا اخذنا الجانب الثيوريتيكال النظري فقط ولا نطبقه على انفسنا في حياتنا؟ من قال اننا لا نطبق ذلك في حياتنا؟ <ممم> الامر ان يعني ناس كثيره جدا جدا انت بتتعامل مع طوائف كثيره، هل كل من يسمع في الخطبه او يسمع من داعيه او يسمع موعظه او يسمع حلقه تلفزيونيه لاحد المشايخ او الدعاه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس امور دينهم، هل كل من يسمع هل يمتثل؟ ما دور الداعي او الداعيه ايوه دوره أن, ما ان عليك الا البلاغ صحيح ان عليك الا البلاغ نعم فالانسان منا يحتاج الى تهذيب نفسه مم. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم انتم تتلون الكتاب ايوه العالم او الداعيه او الواعظ لغيره ان لم يمتثل هو فانما هو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى نعم. يحتاج الى تهذيب نفس ويحتاج الى تربيه ويحتاج الى كذا وكذا مم. ولكن دورنا مع الناس احنا فين دورنا مع الناس نتكلم في المساجد ونتكلم في الفضائيات ونبين للناس امور دينهم حتى لا يختلط عليهم دائما ما يخرج المشايخ والدعاء والعلماء ويقولون ان مساله الاخلاق ومساله التهذيب هي ليست مساله كما اشرت حضرتك مش مساله يعني تبليغ فقط هي مساله نعم دعويه ومساله ولكن تحتاج في الواقع الى يمكن حضرتك من شويه كنت بتتكلم على اني آه وزاره القوى بتعمل آه حاجات للشباب وتدريب الشباب آه وهذا ما تفعله الان وزاره الاوقاف من آه اكاديميات لتنشئه الشباب وتدريب الشباب على القيم وعلى الاخلاق وكيفيه التواصل بين الداعية وبين عامة الناس وكيف يتعامل معهم دائما ما نذكر في المواعظ وفي الخطب وفي الدروس وفي جميع المحافل دائما ما نتكلم عن الأخلاق حتى يظن بعض الناس أن المشايخ والدعاء ما دائما بيتكلموا في الأخلاق يعني في أمور كتير جدا بيتكلموا فيها لأن احنا دائما يعني نعيش مع الواقع نعم إيه اللي الشباب محتاجينه إيه الواقع اللي احنا عايشين فيه كتير جدا تبقى ماشي في الشارع وتلاقي ده بيشتم وده بيسب وده بيعمل وده كذا وده كذا وكذا فدائما ما نعرج على هذه الامور لحاجه الناس اليها. أيوة. الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. دعم. فمساله التهذيب ومساله التربيه هي ليست دور الداعيه فقط م. انما دور الامه باكملها، حضرتك لما يعني تربي اولادك وتقعد دائما تتكلم معهم كم من الناس اللي بيقعد مع اولاده بيقعد يفهمهم ان هذا حرام وان هذا حلال وان هذا شغال الاسره يعني دور الاسره بالظبط تاثير يعني ده غير بقى الدراما اللي هنتكلم عليها الدراما طبعا اثرت كثير طبعا طبعا أنا هروح نعم للدكتور دكتور عبد الله طبعا ربيع كلايف كوتش او مدرب تنميه بشريه او يعني طبعا كشاب في البدايه قبل ما نخش في التخصص بتاعك سعادتك يلا بينا هنا الشيخ شعبان قال كلام مهم جدا <applause> كتير ما كنا بنسمع ان لا لغه المشايخ لازم تكون بسيطه عشان توصل للشباب وما شابه ذلك هل انتوا يعني شايفين ده في يعني حياتكم التدريبيه والعمليه بتغطوا الجانب الديني وتقدروا فعلا واستطاعتم ده ولا لا طيب هي الفكره مش في ان احنا نغير طريقه الدعوه ايوه لان كلام الله سبحانه وتعالى وكلام سيدنا النبي واحد وما ينفعش ان احنا ناخده بمحملين او باتجاهين لكن الاسلوب طبعا لكن الاسلوب ايوه النهارده لو حضرتك قاعد مع زوجتك في البيت في فرق كبير جدا من حضرتك تقول لها قومي اعملي شاي وان اجمل كوبايه شاي في الدنيا من ايديكي الاثنين نفس المعنى اه في واحده هتقبلها هتبقى عايز تعمل كل حاجه في الدنيا مم. وفي واحده هترفضها تمام مزبوط. فهي الطريقه في الكلام سيدنا النبي قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ليه الاخلاق تحديدا علشان هي اللي بتكنترول كل حاجه مزبوط. هي اللي بتسيطر على العباده هي اللي بتظبط علاقتي بالناس هي اللي بتظبط علاقتي بربنا بعلاقتي باللي باسرتي بكل حاجه في الكون تمام فلو احنا عايزين نظبط الحته دي مش هينفع نقول بقى اصل الشباب ونغير لغه المشايخ ونغير لغه الدعوه لا قبل كل الكلام ده محتاجين نرفع وعي الناس المتدني في الجزئيه دي م. في ازاي أنه هو يتقبل اصلا ثقافه التغيير ثقافه ان حد ينقله معلومه ثقافه ان حد يعلمه ان غلط مش اعدل عليه انت غلط لا انا جاي اعلمك ازاي الغلط ده يتطور م. ازاي ترفع وعيك ازاي تبقى احسن لا ببساطه تمام الجانب التكميلي هنا يمكن حتى على الشاشه انا كمتابع لو تقمصت دخل... نفسي ان انا بتابع من خلف الشاشه وبشوف الشيخ بهذا السمت الازهري الوقور المحترم وحضرتك بهذا السمت الشبابي انا هسمع مين وتابع مين ده سؤالي لحضراتكم كشباب هل هتابع فضل الشيخ بسمته الازهري الوقور المحترم ولا الدكتور عبد الله بسمته الشبابي الـ السؤال ده محير كتير فضيلة الشيخ شعبان وفي ناس تقول لك لا احنا لازم تنزلوا للناس يعني انزل للناس ازاي؟ انا يعني انا نفسي مستغرب يعني انزل يعني هل مطلوب مثلا الشيخ شعبان مثلا يلبس ترنج مثلا يطلع على المنبر ولا هل ولا يا دكتور دكتور بيضحك <applause> طبعا هتفهمني ارد عليك هتفهمني بحضرتك يعني ايه المطلوب يعني؟ اليس يقول الشيخ شعبان قال الله وقال رسول الله؟ معايا؟ أه الاسلوب معاكم في الاسلوب ممكن يختلف يعني لكن لماذا نسينا الوقار؟ هل تاثرنا بكل ما حولنا؟ من مؤثرات خارجيه لدرجه دي للدرجه دي احنا بقينا يعني عاوزين كل حاجه يبقى فيها يعني إيه براح قوي إيه ما ينفعش <applause> ولا هي يا مولاي <applause> كل حاجه <applause> لها حدود يعني مظبوط لكن خليني اضحك على حاجه اتفضل النهارده لما قابل الشيخ شعبان في المسجد م. وعلى المنبر ما ينفعش غير ان انا اشوفه بالزي ده مظبوط لكن لما نيجي اقابله النهارده ونقعد على كافيه أه. هل انا هقبل منه معلومه بالزي ده؟ تقعد على كافيه يا مولانا <تصفيق> طبعا <تصفيق> لا ايه المشكله؟ هو لكن مكان كويس ما فيهوش شيشه ما فيهوش تطفين صحيح احسنت يعني المانع <applause> مش كل الاماكن سيئه لا لا طبعا كي. ولكن هقبل منه الطريقه اللي هيخاطبني يعني نقعد اللي هيخاطبني بيها كصديق نعم تمام ليه؟ لان النهارده احنا 100 مليون مواطن ايوه نحن على مصر مم. بقى فيهم 100 مليون عالم 100 مليون شيخ 100 مليون سياسي 100 مليون محلل لان ببساطه التكنولوجيا والتطور التكنولوجي رهيب خلى اي حد بيستغنى عن المعلومه من الاشخاص وببساطه يدخل يعمل سيرش عليها مم. رغم ان ده خطا كبير جدا لان من كان شيخه كتابه فخطا اكثر من صواب صحيح صحيح ليه الناس بدات تلجا لده؟ ممكن يكون في فتره زمنيه ما كانت اللغه مش مناسبه للناس رفضتها، كان في جاب ما بين جيلين، جيل عايز تطور تكنولوجي رهيب جدا وجيل قديم بيدعو بالطريقه القديمه واللي هي صح برضه مش غلط. أيوة. ولكن مش مناسبه للثقافه الفكريه والمجتمعيه في الوقت الحالي. فاتخلقت الفجوه هنا ما بين الاثنين او ما بين الجهتين. تمام. تمام؟ ما بين الجهه اللي عايزه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وده طبعا ما حدش يقدر ينكره وجهه الشاب اللي مش فاهم اصلا يعني ايه معروف ويعني ايه منكر وكله بيكمل بعضه بالمناسبه كلام حضرتك الدكتور عبد الله الشيخ شعبان ما انساش احد الدعاة المشاهير ومش عايز اقول اسمه يعني جزاه الله خيرا طبعا وجزا كل المشايخ خير يعني كان بعض المشايخ بينقضوه لانه كان بيخش اماكن سينما مثلا يخش نادي مش عارف ايه يخش بيحكي مره وانا مصدقه الحقيقه يعني وده يعني الرساله هنا في كيف تكون الرساله وكيف يكون الاسلوب؟ بيقول هذا الرجل انا قاعد يا مولانا نعم. وطبعا في سيدات وفي حمامات سباحه فقامت واحده طالعه من حمام السباحه بزيها اللي هو ايه؟ ال يعني يعني خارج يعني قوي وقعدت وسمعت وكان هذا الدرس سببا في نقله 180 درجه. هنا اللوم على مين؟ فالشيخ الشيخ شعبان. نعم على الاخ او الشيخ او الداعيه اللي هو مصمم لا انا ازاي ادخل هذه الاماكن. ولا نقول والله لا طب وايه اللي يمنع ما هو الراجل الشيخ ده والداعية ده اخترق هذه الاماكن التي لم يخترقها اناس اخرون وكان بفضل الله يعني لأ يعني لان يهدى الله بك يا رجل خير منه صحيح نقول إيه؟ النعم صحيح, من نعم نعم صحيح حسن تعليق سعادتك على هذه الاشكاليه تحديدا والله هقول لحضرتك على حاجه هي طبعا ما فيش ادنى مشكله ان ينزل الداعيه او الخطيب او الشيخ او العالم الى مستوى يعني يتناسب مع طبيعه كل الناس تمام زمانا ومكانا زمانا ومكانا ولكن في اماكن يعني موضوع شبهه اماكن هي موضوع شبهه مم. يعني هل مثلا يعني تصور ان شيخ يدخل بالزي الازهري كما مثلا عشان يدعي لا, لا, لا لا انا بقول نادي مثلا يعني نادي او دور سينما او ما طبعاً زي. لا طبعا لا طبعا نادي رياضي نادي اجتماعي ندوات ثقافيه قد يكون فيها بعض الاختلاط فيها بعض الاخوات مش محجبات اساسا أيوة. تمام فلو افترضنا ان كل شيخ كل لك لا انا خلاص انا مش هدخل اصلا مش هطلع في القناه دي لان المذيع مثلا متبرج او فيها بعض المعدين كذا او ان مثلاً. المكان ده فيه يعني كذا, كذا, كذا دكتور عبد الله يعني كثير صحيح آه فضل. فبالتالي مش هت... مش هيقدر يوصل الرسالة ورسالته فين أنت أنت عاوز توصل لكل القلوب وعاوز توصل لكل الناس وعاوز توصل الملتزم أنت مش محتاج إن أنت يعني تاخد بده هو خلاص ربنا هداه ووصل إلى يعني ما وصل إليه من الهداية أنت محتاج البعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان ربنا عز وجل عاتبه في قصه الرجل الاعمى عبس وتولى ان جاءه الاعمى أيوة. وما يدريك لعله يزكى عبد الله بن ام مكتوم هو رجل مكتوم رجل اعمى نعم ولكنه مسلم جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ويسال النبي نعم. في امر فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل عنه برجل مشرك نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول عن عبد الله بن ام مكتوم علشان يدعو الرجل نعم. المشرك يعني. محتاج لا آه. محتاج له مصبوص. محتاج للمشرك ده لأن ده خلاص رجل أصبح على في ذمة الإسلام وأصبح مم. مسلما. أيوه فأنت تبحث دائما عن مين؟ إحنا بندور على مين؟ مم. بندور على شاب هو يعني بعيد عن الالتزام. مظبوط. عارف إزاي؟ أيوة. يمكن إحنا والدكتور عبد الله بنكمل نفس الجزئية هو بيدور على نفس الأشخاص طبعاً. وأنا بدور على نفس الأشخاص إحنا عاوزين ننقذهم من الظلام اللي هم عايشين فيه ومن الفتن اللي هم عايشين فيها. ويمكن ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى يمكن برضه الدكتور كان برضه اشار الى ان يمكن في فتره زمنيه فعلا كان في مشكله التواصل ما بين الجيل والفجوه زمان الله. بالضبط بالظبط فعلا أيها. اصبح الامر بين الداعيه وبين النهارده معظم المشايخ والدعاه والشباب قريبين جدا من من الشباب صغيرين سنا عن طريق التواصل تلاقيهم لهم مواقع ولهم صفحات وبيبثون ليل نهار مقاطع دينيه بطريقه سهله بسيطه جدا جدا يعني طريقه حوار مم. مع الشباب تلاقيه دايما في برامج التلفزيون تلاقيه في النوادي بيلعب معاهم لو في طائفه من الشباب يمكن ده كان في فتره فعلا كان في انعزال شويه بزوط. اصبح الان النهارده ممكن تلاقي الشيخ شعبان او غيره من المشايخ لابس ترنج رياضي وقاعد واقف بيلعب مع... طبعا آه. طبعا وبيروح النادي بزي لا ده مش راجل شيخ ولكن في زي ما قال فضيله الدكتور تروح المسجد تلاقيه واقف يعني بكل بال... مقام مقال بكل مقام مقال بالظبط كده انا دلوقتي الان في الان في مسجدي في بصلي التراويح بصلي ملتزم في المسجد بالزي بتاع المسجد بالزي الازاري وسيظل له وقاره ولو وقاره وقيمته احترام يمكن بعض الملاحظات مثلا على بعض المشايخ انه بلابس الزي مثلا م. ويعني تلاقي مثلا بيجري ولا وصلت مصلات حاجات زي كده دي ممكن تجعل يعني البعض يعني يقلل يعني ولكن يمكن الضروره هي التي سمع يعني وضعته في وضعته في ذلك الموضع ولكن في مواضع اخرى في موطن اخر تلاقي نفس الشيخ اللي كان لابس الزي الازهاري في المسجد تلاقيه واقف فرح حاضر فرح شديد جدا و منظر انيق وممكن كتير من المشايخ دلوقتي بيطلعوا مم. في وسائل الاعلام عن طريق بالزي الرسمي مزبوط. بيلبس بدله وتلاقيه في مكان تاني لابس لبس رياضي ليه هو ليه؟ يعني هدف وغايه من كده والتنوع مطلوب والتنوع مطلوب, مطلوب ويمكن هدفه وغايته عيب. ان هو يعني يصل الى تمام الى ما لم يصل اليه غيره تمام دكتور عبد الله لو بدانا كده بدايه اسريه ونغزو بها الاسره المصريه <applause> القدوة هل يفتقد الأطفال النهاردة أو الشباب القدوة من الأباء والأمهات أو من المؤسسات التعليمية وبالتالي لقوا يعني مقاربهم في بعض الفضائيات وبعض الدراما أقصد تحديداً ولا لا؟ بابا وماما سبب مشاكل الحياة عند كل الجيل الحالي ده ببساطة ده منشط صحفي ده آه ببساطة <applause> ليه؟ آه آه. بسبب مشغوليات الحياه واعباء الحياه والله يعينهم مفيش فيش مشكله تناسوا او مش مش تناسوا يعني في في جيل في النص بقى بنسيب له الموبايل نسيب له التابلت نسيبه يخرج براحته يشوف اللي هو عايزه على السوشيال ميديا على الفضائيات واهملنا تربيته فعمل جاب في التربيه في الاخلاق طب اعمل ايه يا دكتور؟ وانا ابني النهارده قاعد من المدرسه ما فيش مدرسه المدارس كلها معظمها اونلاين النهاردة درس نعم. اونلاين مظبوط أولاد قاعدين النهاردة لحد الساعة حتى قبل رمضان قاعدين للساعة 5 الفجر قاعدين قدام شاشات التلفزيون أو قدام ببجي أو قدام الموبايلات أعمل ايه كأب محتاج كأب وانا عاوز انام اريح تزينهم. عشان بكرة اروح شغلي طيب خليني اقول حاجة على حاجة فالنهاردة حاجة تشتغل وبتاخد خمسين الف جنيه في الشهر مهم. وابن من الابناء سلوكه بقى سيء لدرجة انه محتاج علاج معرفي سلوكي تمام القيمه اللي انا باخدها كل دي، كل شهر وبضيع وقتي ومجهودي علشان ابني <applause> ما هو ابني لما يتمادى في السلوك هينحرف وينجرف وممكن يبقى سلوك مرضي بعد كده وممكن يروح للاتجاهات زي الادمان أي. فاكتشف ان ايا كان الرقم اللي انا بدخله مش هيوازي 10% من علاجه والادمان النهارده بالمناسبه دكتور عبد الله مخدرات مش بس ادمان مخدرات آه موبايل انترنت اه يعني الموبايل النهارده آه فيه ادمان حاجات كتير جدا في اكلات آه النهارده مش عاوز اقول اسمها يعني عشان الترويج فيها ادمان وحذرنا طبعاً, طبعاً, طبعا ادمان إيه الطعام ادمان بعض يعني القعده قدام الشاشه نفسها حقيقة وده اثر عجيل دكتور مش مين السبب مين اللي ساب المساحه للطفل من هو صغير لحد ما كبر وبقى خلاص الموبايل اهم من بابا الموبايل إيه؟ اهم من اعمل ماما. ايه البديل يعني البديل بابا وماما اه يعني جمعيه طب الاطفال الامريكيه بتقول م. ان في عدد ساعات محدده لحد 16 سنه تخيل طفل ست... يعني 16 سنه بيصنف على انه طفل ما ينفعش ياخد موبايل اكتر من ساعتين في اليوم يستخدمه في شاتنج وسوشيال ميديا احنا النهارده هو بينفذوا بي... ده المفروض يعني دي تعليمات جمعيه طب الاطفال الامريكيه لكن احنا هنا بنسيب للاطفال ساعتين ينام فيهم و22 ساعه مع الموبايل بالظبط بالظبط ف... البداية والقدوة جاية دايما من عند بابا ومن عند ماما أنا لو مش شايف بابا مهتم بيا وبيديني وقته ومساحته عشان يعلمني لأن هو قدوتي مه. فأكيد مش ههتم بأي حد تاني مه. نفس القصة أنا كبنت لو مش مهتمية أو مش شايفة ماما قدوة بالنسبة لي بتعلمني بتنزل لسني لأن دي مشكلة كبيرة قوي بقى عند بابا وماما أيوة. إن إحنا عايزين الأطفال يطلعوا لتفكيرنا ودماغنا وده مش هيحصل إحنا عايزين الصح لولادنا من وجهة نظرنا ايوه لكن هم مش فاهمين وجهه النظر دي وساعات عاوزينهم <applause> يعيشوا بي يعني كما عشنا يعني مش بالزبط. هيحصل آه. مستحيل <applause> فمطالب مننا كاباء ان احنا دايما لازم ننزل لتفكير الطفل تمام <applause> <applause> زي ما كنا لسه بنقول ان مع فضيله الشيخ شعبان لما هنزل العب مع الشباب في النادي بما يتناسب مع المنطقه والمكان والفئه العمريه والزي اللي يناسب المكان أيوة. إيه نفس الفكره مع اولادي م -م. لازم انزل لفكره لان ابني عمره ما هيطلعني عمره ما هيبقى فاهم لما بقول له غلط على المشوار ده ما تروحوش م -م. ان انا خايف على مصلحته تمام فلازم انزل لسنه وافهمه ببساطه م -م. من واحنا صغيرين اتعلمنا ان احنا نقول الحمد لله في السراء والضراء مظبوط بس عمرهم ما علمونا هو احنا ليه لازم نقول الحمد لله دي ببساطة الجاب المغزى بقى. بالظبط. أيوة. علمني ليه أقول الحمد لله؟ علمني ليه لازم أصلي؟ بصلي عشان ربنا ولا بصلي عشان خايف من النار؟ ولما أصلي عشان ربنا هصلي ليه؟ وليه أحب ربنا؟ وليه أقرب من ربنا؟ وليه أقرب من صلاتي؟ ليه أقرب من قيمي؟ ليه أقرب من صلاتي ليه اقرب من قيامي ليه اقرب من مباديي معاني مهمة جدا دكتور. فالحاجات دي لازم إحنا نعلمهم معناها إيه؟ أيوه. مش صلي عشان لازم تصلي، مش الحمد لله عشان هو الحمد لله، هو أه أكيد الحمد لله بس ليه؟ لازم افكر لان احنا عقل بشري والعقل البشري لو ما اديتلوش معاني هيخلق معاني من نسج خياله طيب هنا بياخدنا وانا بتكلم على القدوه والاسره المصريه تحديدا هنا القدوه بعض الناس فضل الشيخ شعبان هل الاحسن ان انا اصلي وبالتالي ابني يقلدني ولا ان انا اسجره وامره ان لا زي بعض كتير من الناس وما انساش اتصال بنت كانت ملتزمه جدا اتصال في احد القنوات وتقول انا رافضه حياتي تماما والدكاتره طبعا حركوا قاعدين احنا ما عارفين نرد على طب ايه السبب يا بنت لان بابا وماما عاوزني ابقى كذا انا عاوزني البس زي كذا عاوزني ابقى اصلي من صغري وانا فعلا ملتزمه بس انا رافضه كل حياتي وصلت لحد التمرد دكتور طبيعي النتيجه طبيعيه لان ببساطه النهارده لما يكون عندي ابن ولسه انا بعلمه الصلاة ايهما افضل ان انا امره بالصلاه ولا أنا اقول له صلي بيا ايوه أيهما يقبلها مم. اه اه تمام ما عشان انا ابقى قدوه ليه لازم هو يبقى مصدقني، لازم يبقى مؤمن اصلا ان انا شايفه. تمام؟ آه بتلاقي برضو منتشر جدا ان فكره خش جوه ده كلام كبار كمثال. ايوه. لا هو مش كلام كبار، هو <تصحيح> لازم يفهم الطفل لما بقى صغير، النهارده الطفل اللي عنده سبع سنين مهم. عنده وعي يوازي 60 سنه. السوشيال ميديا حركت وعي الناس بشكل رهيب. صحيح خلت افكارهم مختلفه. النهارده لما تيجي تبص عندي بنتي ثلاث سنين بتستخدم موبايل احسن مني. مهم. صحيح. ليه لان الفارق التكنولوجي والزمني خلى وعيهم في منطقه مختلفه تماما عننا بالظبط دكتور عبد الله ده هياخدنا من موضوع القدوه للمشاكل الاسريه امبارح تحديدا والله بنحاول نصلح بين زوجين هما في دوله عربيه بينا نفاجأ دكتور عبد الله دكتور الشيخ شعبان ان الزوج فجاه كده وبدون مقدمات آه يعني انفعل على زوجته نحاول نتكلم في زوجه هي طبعا خلاص قررت نهاية ايه تنفصل تماما وتتطلق وتنزل مصر وخلاص على كذا طب هنا المشاكل يعني الم تقدري ايتها الزوجه يعني الحنونه ان زوجك ده عنده محطوط تحت ستريس ضغط عمل شديد ويمكن اول او تاني مره يعمل حركه زي كده ليه اتخذت هذا الموقف طلاق واحنا فول يعني رمضان وفي مباركه تقول ايه الناس اللي هي على طول بتفتعل مشاكل زوج او زوجه وانا طبعا مش مع حد ضد حد في اوائل هذا الشهر الكريم يا فضل الشيخ شعبان والله في الحقيقة هذه يعني أيام آه نفحات نعم أيام آه مباركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر مبارك أيام آه تتضاعف فيها الحسنات ويكثر فيها أعمال الخير والبر قد يعني يأتي على الإنسان وقت من الأوقات يعني تتأزم أموره نعم يعني يكون عنده ضغط عمل أو ضغط نفسي أو اضطراب أو مشاكل أو أو ما إلى ذلك أيوة فلا بد من مراعاة هذه الشعور ومراعاة هذه المواقف سواء كان من الزوجة أو من الزوجة فرود. ويمكن يمكن بنلاحظ كتير جدا فعلا مشاكل بتحصل في بدايات يعني يمكن في الشهر الفضيل آه بعض الأزواج عندهم يعني مشكلة شوية عاوزين وعاوزين آه بعض الزوجات يعني. طبعا أطلبتهم كتير ولا جدا منين يعني راتب <applause> هو راتب يعني و... وبعض ال... الأزواج نفسهم يعني عنده ضغط عمل آه قد يكون مثلا مدمن مثلا المشروب من, مثل من المشاريب يشربه طول النهار او او السيجاره او السيجاره او مثلاً. غيره او غيره بالظبط آه. فيعني لما يضع يعني يوضع تحت الضغط مثلا عمل او آه او بحاجه الصيام او بحاجه الصيام بالضبط فعلا فتجده يعني يثور على اقل صحيح. الامور قد يكون الامر يعني تافها للغايه مزبوط. ولكنه آه يثور مم. وسرعان ما يعني يهدأ ولكن يحتاج في وقت الغضب الى من يصبر عليه آه الى من يحن عليه الى يعني من لا يقف امامه هو في ساعه غضب انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تمتص الغضب عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يساله يا رسول آه الله اوصني اوصني قال لا تغضب اه وكان الرجل يعني استقل الوصيه ده وصيه يعني سهله قوي دي مش هو ده انا جاي لك عشانه قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فاهم ازاي؟ نعم فالغضب والانفعال الشديد ده يصل بالانسان الى مهالك ويصل به الى ان يتلفظ مثلا بكلام لا يليق والى ان يقول لزوجته كلام يعني هي لا تستطيع ان يعني ان تتحمله صحيح فتطلب الطلاق لها ايه يعني اتمنى يكون متابعينا جادين يعني او لها احد الدول العربيه تقولها ايه يا مولانا اقول لها راجعي نفسك وعلى الزوجه ايضا ان يراجع كل منهما نفسه والمخطئ عليه ان يعتذر نعم المخطئ علي لا يتكبر لان التكبر هذا يعني من صفات ابليس إذا كانت هي بتقول والله بدا يعايرني باهلي ويعايرني بحياتي واهلها ناس بسطاء وما شابه ذلك يعني يعني في الحقيقه طبعا إيه؟ في الحقيقه آه ما نقدرش نبني على كلامها أيوة ولا نقلل طبعا من من شان ما تقول يعني قد يكون هذا يحدث ولكن لابد من الاستماع من الايه من الطرفين مم وان كان يقول ذلك الكلام فعليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى ده وصيه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح اخر انفاسه تمام يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه وما أيوة ملكت ايمانكم نعم استوصوا بالنساء خيرا فهذه وصيه النبي عليه الصلاه والسلام السلام وكان دائما يحرص النبي عليه الصلاه والسلام يعني ينظر كيف كان يعامل يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته نعم. وكيف كانت وعليها ايضا ان يعني مم. تراجع نفسها وان يعني يجلسان مع بعضهما تمام. ويتحدثان في هذه مم. الامور وان وصل الامر الى ان يتخذ يعني بينهما اجراء حتى تعود الحياه طبيعه كما كانت وان كان يحتاجان مثلا الى وقت يعني مم. بصير يعني فيه عن بعضهما ثم يهدأان ويرجعان فهذا طبعا اولى وهذا افضل ويعني المسامح زي ما بيقولوا المسامح يعني كريم, بالضبط صحيح دكتور عبد الله العلاقه بين الزوج والزوجه من اسمى العلاقات وربنا قال فيها ومن اياته ان لكم من ايه من, من انفسكم ازاي تنصح الزوجه وتقول لها ايه من منظور التنميه البشريه بص هي مش الزوجه بس فضل. ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم وحواء للتكامل ايوه اللي بيحصل ان كل واحد بيدعي وهما أيوة. انه يقدر يعيش من غير التاني مم. وان هو يقدر يشكل واحد صحيح لوحده وده مستحيل يحصل لأنه ضد السنن الكونيه اللي ربنا سنها. وبيدعي ان التاني غلطان طبعا دايما. ففكره ان الست تقدر تبقى سوبرمان تعمل كل حاجه لوحدها ده مش هيحصل أيوة. ولا الراجل يقدر يعيش من غير الست ربنا خلقهم للتكامل عشان هم الاتنين يعملوا واحد صحيح في الحياه تمام فحياتهم تبقى احسن مظبوط لكن ما حدش يقدر يعيش من غير التاني تمام فلازم في الحياه كل واحد يبقى مدرك النقطه دي ان ربنا خلق الرجال ليهم مهام والستات ليهم مهام محدش يقدر يعمل مهام التاني بالظبط لو كل واحد مزبوط. فهم النقطه دي حياتنا أيوة. هتبقى احسن كتير كلام مظبوط ننتقل بحركه النقطه ثانيه وهي صله الارحام نعم. حد بعت لي رساله بيقول لي تحديدا ابراهيم ارجوك يعني حدث ضيوف الكرام عن بيقول انا بدايه الشهر الكريم ويعني في فترة كبيرة ما اتصلش في يوم رسالة باخوه بيقول بعثت له رسالة في اول رمضان اول ليلة من رمضان على الواتس ما ردش عليا رغم ان الدكتور عبدالله الله حضرتك عارف خاصية الواتس فيها سين مظبوط انه شاف الرسالة تقول ايه لامثال هذه العقول دكتور فضل الشيخ والله يعني انت تراجع نفسك ليه كل الفترة دي ما كنتش بتتصل عليه تسال عنه م. وهو ايضا يراجع نفسه هذا اولا ثانيا عندنا وسائل اخرى للتواصل به، قد يكون يعني رأى رسالة ولكن لم يُسمح له أن يرد على الرسالة، قد يكون في عمله أو غير ذلك، فعليك أن تتصل عليه وإن لم يرد على الاتصال تذهب إليه مباشرة وتطمئن عليه لأن صلة الرحم لها مكانة كبيرة في الإسلام، فهل مم. عسيتم إن توليتم أن تُفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فالله سبحانه وتعالى جعل قطيعة الرحم هذا من الإفساد في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه طيب سؤال لحضرتك مباشر هل تغني رساله او اتصال النهارده السوشيال ميديا بقت اتصال واسمها اتصال هل تكفي رساله لابن عمي او اخويا واحنا طبعا مشغولين في رمضان او في العيد وما شابه ذلك وانما الاعمال بنيات اليس نوع من انواع الاتصال طبعا هذا نوع من انواع الصله وهذا جائز يعني ولا باس به وان سمحت له الفرصه ان يزوره آه وأن مثلا يقدم له بعض الهدايا أو أن يطمئن عليه مباشرة بالتواصل أن يصل إليهم مباشرة فهذا آه طبعا أولى وأفضل <applause> ولكن لو أننا يعني في, في مثلا أنا موجود هنا وأخويا موجود في دولة تانية أو في محافظة تانية أو قريب مني ولكن لظروف العمل يعني آه يصعب أن نلتقي فلا مانع طبعا أن آه أن وصله بال عن طريق الموبايل او عن طريق الرساله او واتساب او غير ذلك من وسائل التواصل يعني طالما من انواع نعم طبعا طيب اسمح نعم. لي اجتهد ومكاني لأنك اجتهد الشيخ تفضل هل يعتبر الغاء الصداقه النهارده الدكتور عبد الله ان لابن عمي يعتبر نوع من قطيعه قطيعه الرحم بفقه الواقع ما هو الفيسبوك ده اسمه كتاب الوجه بالمناسبه يعني دايما بقول الكلام ده نعم. واصحح لي اذا كنت مخطئا فيسبوك ده مشاهدينا الكرام كشف من يحبك ومن يبغضك الى حد كبير الفيسبوك قبل كده الناس ما كانتش بتشوف بعض في الشيخ النهارده شايفين بعض شبه يومي سعادتك انا ممكن اشوفك وانت عامل مثلا بوست البقاء لله وما تعبرنيش ممكن انا تعبان وبرضه ما تسالش عني على أب كذلك اليس هذه كلها انواع من انواع قطيعه قطيعه الرحم فما بال حضراتكم بقى باللي يعمل لي انفرندد أنا مش عاوز اشوفك ولا عاوز اسمع سيرتك ولا عاوز ايه اسمعك اليس نوع من لا. قطيعه الرحم؟ لا طبعا هذا آه. ليس من قطيعه الرحم ليس يسأل عنها صاحبها أيوة ما كانت نيته أيوة إذا كانت نيته يقصد بها فعلا القطيعة ويصل بها ألا تراني ولا أراك ولا تواصل معك ولا وبدون أسباب فقد يعد هذا من القطيعة ولكن إذا كان لأسباب أخرى لا نعلمها هو في نيته لا يقصد بها كان وإذا القطعة كان يقصد أن أنا مش عاوز أشوفك خلاص إذا كان يقصد بها هو يقصد بها في نيته بالنيات طبعا إنما هو مش معنى ان انا حذفت اخويا او ابن عمي من عندي معناه ان انا كده بقطعه وقد يكون يعني بوستاته بتاعته ما تعجبنيش مثلاً, مثلا, يعني طبعاً. فيها سب فيها مثلا بعض بعض الاقارب ليس كلهم يعني على درجه واحده من التدين والالتزام فقد مثلا يكون بيشير ويشارك لصور عاريه ونصحته مره وثانيه وثالث ولم يستجب ايوه ففي الحاله دي انا بضطر لالغاء الايه صداقته حتى لا ارى مثل هذه المنشورات تمام اما اذا كنت بيني وبينه يعني شحناء او او بغضاء او قد يكون اصلا يعني الهدف والغايه من ان هو يحذفه هو. يجعل يعني يجعل يجد في نفسه ضيق وحرج من, طبعاً. من ذلك طبعا هو, نيته يعني ده الدكتور عبد الله بشوف على الفيسبوك ناس متدينين جدا على الفيسبوك <applause> ايات قرانيه وحاجه وهضرب لكم مثل والله كان وما زال واخرها النهارده ناشر ايات قرانيه وانا بين الناس والمثل اللي بقوله ده لحضراتكم اقسم بالله حدث بالفعل ان هذا الشاب يا دكتور عبد الله رغم بسطاته قلت الشيخ شعبان الدينيه وقال الله وقال رسول هو واخوه اتفقوا مع والدهم وهو في السجن الان والدهم الذي بلغ من العمر ارزله وعملوا عقد مزيف ومزور عشان يستولوا على قطعه ارض وبيت في ورثه لا يقل عن 20 30 واحدة يا مولانا نعم. وعقد ايه مزور كتب لولاده الارض او البيت بتاع الورثه دول دخل السجن وهم الاولاد لم يجرؤوا درسال الاولاد انت حضرتك بتصلي اه بتصلي بتصوم اه بتصوم بتنشر قال الله قال رسول لماذا لم يعني ياخذك العنفوان الديني وتقول لوالدك لا يا والدي والله ما يكون ابدا ان ناخذ حقا ليس من حقنا تقول يا دكتور عبد الله مش يمكن المشكلة أصلاً عند والده إن هو ما علموش إن ده صح وغلط. مش معنى إن شخص بيرتكب مشكلة ما أو معصية ما وأكيد الشيخ شعبان هيوقفني على الكلام ده إن ده هيمنعه من هو ينشر آيات قرآنية أو إن يدخل للمسجد. لعل وعسى إن دي تبقى في يوم من الأيام البوابة اللي هيرجع منها تاني ويكتشف إن هو كان غلطان في وقت من الأوقات. نتمنى. فمش مش بالضرورة لأن إحنا برضو مش جوه الحدث ما تربيتهم كانت عاملة إزاي اللي وصلهم للشكل ده. ما نعرفش الدين اتنقل لهم ازاي اتربوا ازاي على الصح والغلط ايوه كلام مظبوط فممكن يكون المشكله نفسها عند الاب نفسه مم. اللي هو موجود في السجن دلوقتي مم. ان هو رب الأبدان ربى الابدان ولكن لم يربي النفوس يعني إن انا لو الاب ده قدوتي مم. والاب سارق هتبقى أيوة. سيرة بالنسبه لي حلال. صحيح صحيح. فلازم كما نرجع نقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. بالظبط ف... 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 فلعل وعسى ان نعم. هو بيعمل حاجه جيده او بينشر القرآن او بيصلي او بيتصدق يمكن تكون دي البوابه اللي تيجي في وقت من الاوقات تقول له خلي بالك مم. في حاجه غلط انت كنت بتعملها ارجع صحح اللي كان عندك غلط. مظبوط والله. الجيران في الشيخ شعبان شعبان وصلنا طبعا ناخد الحلقه تبقى حلقه فيها كوكتيل من العلاقات الانسانيه والاجتماعيه واحنا في حلقه وفقرة رمضان والناس. لأن يعني يعني. إذا لم يكن رمضان والله مشاهدينا الكرام هو بداية لسنة عام كامل مع علاقتنا بجيراننا، علاقتنا بزوجاتنا، بأبنائنا، بأهلينا، بأحبابنا، بأقاربنا، أعتقد لابد أن نستغل رمضان. طبعًا. ونحن دعاء جميعًا. طبعًا. مش كده ولا إيه؟ صحيح. اسمح لي نشارك بعض هذه الدعوة. تقول إيه؟ الشيخ شعبان لهذا الشخص اللي حلف على اخته اللي عاوزه تزوره في المستشفى والله ما تزورني لا حي ولا ميت. والله يعني عليه طبعا هو قد يكون الذي حمله على ذلك حدث بينهما حادث او امور بينهما اسريه فادت به الى ذلك ولكن طبعا هنا يعني نقول له ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. صحيح. قد يكون السبب يعني في حلفه ذلك وفي يميني ذلك انه يعني مشاكل وقعت بينهم مسائل مثل مسائل الميراث فتن بينهما ولكن نقول له يعني انك لا تقطع هذه الرحم و يعني ان صبرت ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور فخذ يعني بمعازم الامور ودع يعني الدنيا وما فيها لاننا جميعا مفارقون هذه الدنيا نعم وكلنا سنقف امام الله سبحانه وتعالى فعندما تقف بين يدي الله عز وجل وأنت من بدات بالعفو وبدات بال بالمسامحه وبدات يعني بصله الرحم وليس بالقطيعه فهذا يعني قد يكون سببا في دخولك الجنه صحيح والله احنا ما نعرفش إيه العمل اللي احنا ندخل به الجنه صحيح صحيح قد يكون عمل بسيط يمكن هي يعني غضبت عليه في وقت من الاوقات، قالت له كلمه يعني جعلت في نفسه شيء وجعلت في نفسه غضاضه ولا يستطيع ان يعني يلتقي بها، ولكن قد يكون بعفوه هذا وبمسامحته يعفو الله عز وجل عنه يوم القيامه. بارك الله فيكم. دكتور عبد الله عاوز اروح في ملحة ملمح بسيط كده وسريع مع حضرتك في الزي بتاع الشباب والبنات بتاع اليوم دول. والنهارده بعض البنات بتقول والله انا يعني رساله برضو أنا ملتزمة لكن بشوف غيري كتير من البنات اللي مش ملتزمات وطبعا للأسف الشديد هي بتتأثر بكلام والدتها يا بنت عيشي وبينك بقى هتتخطبي ازاي؟ هتتخطبي ازاي؟ تمام <applause> 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 ظن منها وده استنساخ من عديد من الفتيات إن هي طالما ملتزمة مش لها لحد يعني لأنها يعني مش جذابة فبالتالي مش الشباب النهارده الكلام ده فعلا مظبوط؟ يعني هل وصل فكر بعض البنات إن أنا عشان ملتزمة النهارده دكتور مش هيجي عريس او مش هيقرب لحد او مش هيكلمنا حد ده حقيقي صحابات الوعي المتدني واهاليهم يعني ايه يعني في مجموعه من الناس لما بيتاخر عندهم الجواز ايوه بتبدا تحس بنتها على ان البسي براحتك وزي ما انت عايزه عايزين نجوزك ونخلص منك صحيح ولكن هو في الحقيقه هي مش هيجي لها عريس وهيجي واحد يطلع عينها وعين اهلها ويرجع يشتكوا بعض <applause> مزبوط. في المحاكم مظبوط خليني اقول لحضرتك على حاجه الموضوع ده ببساطه عامل زي الجمله اللي بتقول ظل راجل ولا ظل حيطه. لا هي عمرها ما هتبقى كده اوعي تتجوزي علشان كسرت ال 20 ولا ال 30 ولا ال ولا اي سن. اصرارك على الجواز ممكن يكون هو اكبر قرار غلط هتاخديه في حياتك. مم. لكن ممكن تبص هو انت ربنا ليه ما خلاكيش تتجوزي لحد دلوقتي؟ أيوة. هو انت عمرك ما هتعرفي احسن من ربنا بالمناسبه تمام فايه الحكمه في ان ربنا لسه ما, 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 ما خلاش الزوج المناسب يقرب منك او يبقى موجود او حد يتقدم لك او يتقدم لك ناس وطلعوا مش مناسبين واترفضوا لان ممكن الشخص ده او الحد اللي انت بتسعي انك عايز تتجوزي وتخلصي مم. يبقى اسوا حاجه انت عملتيها في حق نفسك وترجعي تقولي هو ليه يا رب بيحصل معايا كده مع انك انت اللي كنت مصره انه يحصل ايوه تمام رساله مهمه جدا من الدكتور عبد الله الشيخ شعبان الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث صلى الله عليه صلى وسلم, الله عليه وسلم. <applause> جار بيحكي يقول والله ابراهيم انا صبرت صبرا صبر ايوب على جاري اذاء ما بعد اذاء يضع القذورات يضع القمامة يضع حتى الايه السياره يعني لبابين بابين له باب بحضرتك نعم فبقول معقول فلان وانا عارف فلان سبحه التسعين 90 يا مولانا نعم. لا يفارقها والله والله ليس مقياسا تقول ايه آه امثال هؤلاء في الحقيقه عارف. دكتور آه من المشاكل الكبيره ان احنا نقيس بالظاهر او بالمظاهر ان احنا نقيس بالمظاهر آه المثل اللي بيقول تعرف فلان؟ اعرفه عشرته؟ ما ما تعرفوش بس سيدنا عمر فعل. وسيدنا هل هل عنه. هل, هل نسبته هل تاجرت معه؟ احسنت فعلا. فالفكره مش فكره تدين شكلي. مش فكره ان شعبان بيروح يصلي في المسجد ومحافظ على الصلاه الخمس ان هو يعني خلاص اصبح ملاك. هو ليس بملاك. ولكن يعني هناك اذا كان متاثرا بصلاته وبصيامه وبقراءته للقران تجد يعني ذلك في في عمله وفي كلامه وفي حركاته وسكناته هذا انسان ظاهره يقول انه رجل ملتزم. طب وصلت يا مولانا انه استغل منصبه هذا الشخص نعم. استغل منصبه وللاسف الشديد جاب حبس لهذا الاخ تجارة. المظلوم يمكن احنا بنقول دايما ان الهدف والغايه من القران هو مش قراءه القران التدبر ده كلام ربنا نعم يمكن النهارده الليله دي تحديدا أيوة. معظم مساجد مصر والعالم كانت بتقرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الجزء الرابع ده كان ده اه بالضبط احسنت واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء ده في حق الايه؟ في العبادات حق نعم. الله سبحانه وتعالى نعم. وبالوالدين احسانا ايوه وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري بقى ها؟ مش الكربية. جار واحد بس والجار ذي القربى والجار الجنوب والجار الجنوب والصاحب بالجنب والصاحب, والصاحب, والصاحب تخيل كل انواع الج... الله. الجيره الله. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها فالغايه فعلا احنا محتاجين للتدبر ده احنا محتاجين نتعلم سيرة النبي صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم نتعلم يعني ايه ما زال جبريل يوصيني بالجار نعم. نتعلم يمكن شائع على ألسنة الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي كان يؤذيه صلى, صلى الله عليه وسلم وكان أصبر وأن كان في هذا وأن كان هذا في هذا الحديث فعلا مقال الإنسان مننا ممكن يكون مبتلى في جسده مم. واحد تاني مبتلى في ماله وواحد مبتلى في زوجته وواحد مبتلى بمرض من الأمراض نعم. وقد يكون مبتلى بجار أيوة. صحيح والله لو اننا مثلا يعني ابتليت بمرض من الامراض عفانا الله واياكم والمسلمين جميعا يا رب آه العالمين والله هعمل ايه؟ مم. هصبر؟ هبحث عن دواء؟ هعمل ايه؟ ايه الطرق اللي انا همشي فيها؟ اخبط على جاري بس كده مش كده ولا ايه؟ المفروض ده اللي المفروض ده يتير احيانا ممكن يكون اقرب لي يا دكتور عبد الله وقد يكون جاري آخرين. هذا هو ال الابتلاء الذي يكون سببا في نجاتي يوم القيامه صحيح والله قد يكون مم. هذا زي ما واحد مبتلى في صحته ومبتلى في جسده واخر مبتلى في زوجته يعني واحد مبتلى في زوجته وتلاقيه يعني اي حد مكانه مش هيصبر نص, نص يعني مثل ما صبر تمام وتقول له طلقها يقول لك ايه؟ وليه غيري يبتلى بها؟ انا لا. عندي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بيها لعل هي دي تكون السبب مم. في نجاتي يوم القيامه، فلعل جارك ده اللي بيؤذيك و... و... ويكون سببا يعني في نكدك في الحياه قد يكون هو يعني ربنا سبحانه وتعالى وضعك في هذا الموضع لانه يعلم سبحانه وتعالى صبرك صحيح يعلم مم. قدرتك على الصبر اعطاك الله عز وجل ما لم يعطيه لغيرك مم. يمكن الجار سبحان الله متحمل وصابر والى ان يصبر على الجرد زي ما بيقولوا كده الجرد السوده اما آه ربنا يا, ربنا يا, 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 أم إيه؟ يا اما يا اما يا اما يا اما فقد يكون فعلا سبب عبر والله يعني ده طبعا اكيد عبر صحيح. في ذلك في ال كان ال رجل والله من الصالحين احسبه رحمه الله عليه من الصالحين كان يقول كلمة والله لن أنساها نعم وأفوض أمري إلى الله إن الله رسول الله بس بلعبات بس بلعبات بلعبات صحيح قلب الحال بعد سنوات من الصبر كان يمنع أولاده والله دكتور عبد الله حتى فعل الأفاعيل بهذا الشخص سبحان الله العظيم ف... اختم مع نعم. حضركم دكتور عبد الله بالوساطة والمحسوبية وقضاء حوائج العباد بعض الناس ب... بت... يعني للأسف ب... ب... بتمزج بين ده أو بتخلط بين الوساطة والمحسوبية واخد حضرتك إن حضرتك تكون في منصب مه. ففلان يجي إيه ابن الشيخ شعبان يقول لحضرتك والله انا شغلني في المكان الفلاني <applause> وحد تاني اللي هو القضاء حوائج العباد انا مثلا زوجتي تعبانه فالدكتور عبد الله بسيارته خدها وودها المستشفى <applause> ده قضاء حوائج عباد <applause> ازاي نفرق للناس والمشاهدين لان في شعر بينهم فضيله الشيخ شعبان صحيح الوساطه والمحسوبيه ها وانا بتكلم في امر واقع شايفه كتير جدا حوالينا حتى حصل جدال بينه وبين بعض الناس عشان اقنعهم فضيله الشيخ شعبان ما فيش اي المجتمع كده النهارده تقول مم. ايه وتفرق ازاي دكتور عبد الله ما هو لو المجتمع كله كده وانت وافقت فانت بقيت زيهم ايوه وطالما وافقت انك تبقى زيهم فانت بعدت عن الحلال والحرام ونسيت ان في ربنا موجود اصلا مم. ومعنى ننسى ان في ربنا موجود دي كارثه اكبر بقى من كل اللي بيحصل ايوه تمام فما ينفعش امشي اقول اصل فلان بيسرق ما انا لازم اسرق فلان بياخد رشوه فايه المشكله علشان يسهل لي اموري ايوه ببساطة الناس دي بيبقى عمرها قصير جدا اللي مم. بيشتغل بالواسطة ده أول حد في الغالب بيمشي مم. واللي بيتعين بالمحسوبية في الغالب ما بينفعش طب بالفلوس؟ واللي بالفلوس ده في الغالب بقى بيروح في داهية خالص ليه؟ لأن هو أصلاً اتبنى على أساس غير سليم أيوة. كأنك بالظبط بتبني عمارة من غير أساسات مم. لأن هو لو كان مؤهل مش محتاج واسطة أيوة. فالمفروض الشخص اللي هيروح يشتغل في مكان يسأل نفسك هو أنا ليه هو أنا ليه محتاج واسطة؟ الفلوس مم. اللي هصرفها على الواسطه لو عايز تتقي الله علم نفسك وطور نفسك لحد ما تبقى مؤهل انك تدخل المكان ده من غير الواسطه مظبوط بس كده مظبوط قلت شيخ شعبان عاوز سعادتك تعرج على هذه النقطه لان كتير بامانه بجد فيها سجال وجدال لدرجه حد مره قاعدين في مجتمع كده محترم فكان شاب مهندس بيقول والله فلان عرض عليا ادفع مبلغ محترم يعني واشتغل في المكان والجهه الفلانيه وفرحان يعني فلقيت نفسي بقوله والله هسألك سؤال لو حد طلب منك هذا المبلغ التبرع به لمستشفى مثلا سرطان أو الأطفال أو في لبناء مسجد من المساجد هل هتدفع ولا هتتفلسف وتقول اللي يعوز بيتك ويحرم على الجامع ما بقاش عارف يرد شعبان تقول إيه أحسنت حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة جدا جدا مسألة الوساطة والمحسوبية وقضاء حوائج الناس أيوة هل هو هو نفس الـ نفس الـ العرف ونفس العمل هل هي نفس النتيجه؟ هل هو هو نفس هاخد نفس الاجر هنا وهنا؟ لا طبعا. الوساطه والمحسوبيه هذا امر يعني من آه المحرمات وامر حذر منه الدين. اما مساله قضاء حوائج الناس امر أمر به الله سبحانه وتعالى أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى طيب إذا كانت الناس بتدعي لك يا مولانا يعني حد في مصر دكتور وده حصل شفته والناس بتدعي له لأن هو اللي شغل فلان ومش مدرك إن في واحد تاني بيقول حسبي الله ونعم الوكيل مش هنضحك على ربنا مش كده ولا إيه؟ أحسنت <applause> صحيح فعلا مش كده ولا صحيح. إيه؟ فيعني سيدنا قال يعني يعني في هذا الأمر هلا جلست في ايه؟ في بيتك صحيح بيت تنتظر اذا ام لا في بيت امك تنتظر صح. أتيك. نعم صحيح. الا تجعل الوساطه وتخلق مجتمع الغابه البقاء فيه للاقوى؟ طبعا انت حضرتك طبعاً. ابن مين؟ فهتشتغل في المكان الفلاني انت طبعا ابن راجل فقير معايا وكلنا من بسطاء القوم نعم يبقى خلاص شكرا الا يخلق ذلك احتقان مجتمعي بين ويخلق الفجوه بين الناس؟ طبعا اكيد صحيح. مم. نعم و الحل ده ايه يا دكتور؟ الحل ده آه. ان تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. هو ده الحل الوحيد. مم. الحل ان كل انسان يتقي الله سبحانه وتعالى. ايوه. انا اللي هدفع انا عارف ان انا ما استحقش المكانه دي، انا جايب مم. مقبول. ايوه. بس بفلوسي او بالواسطه بتاعتي او بفلان صاحب المكان اللي انا اعرف اوصله أيوة. اللي غير اللي جايب امتياز مش هيعرف يوصل اللي هو اولى واحق واجدر مني بالمكانه. لا يؤدي في المكان ده سبب كبير جدا من اسباب الفساد نعم الرشوه والمحسوبيه ولذلك لعن النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله الراشي والمرتشي صحيح تمام ليه؟ لان من خلال الراشي ده ومن خلال المرتشي تقتل ناس نعم. نعم وكم من طبيب يعني قام بعمليات جراحيه وليس مؤهلا لذلك ولكن وكم من قاض مثلا وكم من كذا وكم من كذا كثير جدا جدا م. من أسباب الفساد التي نعيش فيها نعم. أنها قامت على الوساطه والمحسوبية للأسف. وغير للأسف. ذلك للأسف. أما قضاء حوائج الناس ان أكون وسطة خير أيوة. بيني وبين وبين صاحب كرسي يستطيع أن هو يقضي حوائج الناس م. فقيرهم وغنيهم أنا أعرف ومن لا أعرف كل مصلحة كل صاحب مصلحة تقضى له فهذا طبعا امر محمود وتكون ل... لكل الناس لكل وعموم الناس والعموم دون الناس دون تفرقه صحيح صحيح. قريب او غريب او صحيح طبعا ان تكون واسطه خير بين مسؤول وبين سائل امر محمود طبعًا, طبعا ولا شيء فيه يعني تمام آه. آه دكتور عبد الله طبعا آه شكرا جزيلا دكتور عبد الله ربيع لايف كوتشنج طبعا مدرب التنميه البشريه شكرا جزيلا لهذه شكرا الكلمات المحترمه والاسلوب المميز الحقيقه شكرا جزيلا اشكرك يا دكتور وباسمكم مره ثانيه اشكركم مشاهدينا الكرام واشكر فضل الشيخ شعبان العدلي من علماء الازهر الشريف ووزاره أوقافنا نورتنا وشرفتنا اكرمكم الله جزاء الله لهذه جزاكم الله خيرا الله خرجت من القلب يعني الله واتمنى ان تكون وصلت لقلب وكل مشاهدين كل مشاهدينا الكرام جزاكم الله خيرا كل عام وانتم بخير نورتمونا وشرفتمونا ولا املك في رمضان والناس في سهره رمضانيه النهارده اختم بس كده رساله لكل من يتابعنا من زوجه وزوج ويمكن الشيخ شعبان عرج عليها بحب اختم بيها عندما يا رجل بزوجة الناشز فقال الصحابه من حوله هل لا طلقتها لماذا تطلقها فض الشيخ شعبان نعم. وتسترح من ازاها فقال اخشى ان طلقتها فيبتلى بها غيري فتؤذي ومعاذ الله ان اكون سببا في ازاء الاخرين نعم. فقالوا ماذا فعل فعلوا معها إذن قال اني ساعمل بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال ما من رجل يصبر على اذى زوجته الا واعطاه الله كما اعطى ايوب على بلائه وما من امراه تصبر على أذى زوجها إلا وأعطاها الله كما أعطى آسية زوجة فرعون مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير رمضان كريم أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام هذه تحيات إبراهيم التحيوي شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته